راديو بلوس. إذن فرصتكم جميعا، فرصتنا جميعا داخل المعهد العالي للصحافة والإعلام، وهذه المحطة التاريخية للطلبة الخريجين الذين نتمنى لهم أساسا لطلبة وخريجين جدد ولأولياء أمور جدد اللي احنا مرينا منه هذه السنوات، وغيكون هما إن شاء الله سنوي على شرف أولياء الأمور لأنهم هما كل شيء. تكنولوجيا الإعلام السمعي البصري، شعبة تقنيات السمعي البصري، أود أن أشكر الإدارة على مجهوداتها ومساهمتها الفعالة في تخريج إعلاميين صحفيين وتقنيين من مستوى عال، تشهد بذلك جل المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون. أنا درسي متخرجة من المعهد العالي للصحافة والإعلام بمدينة الدار البيضاء الفوج 23. هذا اليوم هو يوم جميل ومهم في حياتي، وعمره ما يتنسى ليا، لانه هو يوم التخرج ديالي ورفقه الزملاء اللي هما ولاو عائلتي الثانيه طيله 3 سنوات. انا بعدا بالنسبه ليا فقط مجرد دخول المعهد العالي للصحافه والاعلام ودراسه هذا المجال اللي كنعشقو منذ الطفوله كان بالنسبه ليا حلم، والحمد لله هو تحقق، واليوم انا كنعيش. الفضل الكبير في تاسيسها، ولعل شرف التاسيس ربما يكون اكبر من يعني من شرف الاتمام والعمل الذي ياتي بعد التاسيس. فتحيه خالصه وكبيره للفوج 23 الذي نحن في ضيافتهم. رجعنا ل 94 اللي كان فيها الحلم بدا. بالنسبة لي كان الحلم مات بأنني درست اللغة الإنجليزية وما بيش أقدم أيضا في بلاتو والأخبار الفقرة البيئية. من السهل أنني نجلس في بلاتو وأتحدث، لكن من الصعب أنني نوقف هذه الوقفة. الصراحه اليوم هو ماشي حفل تتويج لحال طلبه الصحافه، وانما هو عرس بالنسبه لنا حنايا كطلبه 3 سنين ديال المجهودات ديالنا. ما مشاتش غير هكاك الحمد لله. الاحساس ديالنا اليوم ما نقدرش نعبروا عليه باي كلمه قلناها، وانما راه ممكن الملامح تبين لكم كل شيء. والحمد لله نتمنوا لنا بالنسبه لهذا الفوج 23 من المعهد العالي للصحافه والاعلام غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله مستقبلا، ونتمنوا حظ موفق لجميع الزملاء الصحافه. عشرين سنة أنا حاضر اليوم في حفل التخرج ديال المدرسة اللي في مدرسة الصحافة والإعلام، في حفل التخرج ديال رقم 23. وحفل حنا دوزنا سنين 3 سنين دازت صراحة رائعة، مع من ناحية الإدارة، من ناحية الأساتذة، من ناحية داك الشيء اللي تعلمناه في المعهد، كل شيء داز مزيان، وتعرفنا على أساتذة كوف في الميدان، وتعرفنا على أصدقاء جدد وغيوليو زملاء ديالنا.